طبعا كما ذكرت حضرتك يعني هناك وفود عديدة وخاصة الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية تقريبا على مدار سنة زاروا الحكومة الاتحادية، تباحثوا مع وزارة المالية، وزارة النفط، الجهات المعنية مع الحكومة لغرض تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، ويعني أفرز هذه الاجتماعات أفرزت عن تحديد حصة الإقليم كما هو مثبت في مشروع قانون الموازنة الذي أرسله الحكومة إلى البرلمان. الآن حصة الإقليم محددة بعد، وطبعا وهذا بعد أن دققوا في كل شيء فيما يخص ملف النفط وملف الواردات غير النفطية. المحددة في الموازنة طبعا المبلغ المحدد للإقليم 13 تريليون و900 مليار دينار، وهناك التزامات على الإقليم عليه أن يقوم بها، منها يعني تسليم 250 ألف برميل وتسويقها عن طريق شركة سومو، وتسليم نصف الواردات غير النفطية. طبعا قصدي أنه هذه الوفود تأتي وثبت حصة الإقليم بعد دراسة مستفيضة، لكن نحن نعلم الوضع في العراق يحتاج تثبيت الحصة، يحتاج إلى عمل دؤوب. لماذا؟ لأنه في البرلمان عادة لا يعتمدون على ما جاء من الحكومة، لأنه بحسب الدستور، إذا نأتي إلى الدستور، بحسب الدستور في موضوع الموازنة يعني في بحسب المادة 62 من الدستور، مجلس النواب له حق المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وأيضا تخفيض المبالغ. أما أن تأتي ويعني تغير كل شيء، حقيقة هذا ليس بدستوري. يعني مجلس الوزراء، من صلاحية مجلس الوزراء بحسب المادة 80، مجلس الوزراء هي التي ترسم يعني خطة السياسة العامة للدولة، تخطيط السياسة العامة، التخطيط بصورة عامة وتنفيذ سياسة الدولة. لكن ما يحدث هو عكس ذلك. صحيح النظام في العراق نظام برلماني، لكن هناك مبدأ الفصل بين السلطات. لذلك نحن يعني نعلم جيدا ما يحدث. الإشكال عادة ليس بإشكال دستوري ولا بإشكال قانوني. لو كان الدستور هو الحكم لثبت حصة الإقليم بناء على نسبة السكان. المادة 121 كانت صريحة، وهي صريحة جدا من الدستور، تحدد حصة عادلة للأقاليم والمحافظات من الواردات المحصلة اتحاديا بحسب يعني نفوس كل محافظة. لذلك هذا الوفد يأتي ويناقش ما ناقشوه مع الحكومة، يذكره أيضا للجنة المالية التي هي يعتبر اللجنة المالية تعتبر برلمان مصغر. وأيضا وفود سياسية كما ذكرت حضرتك من حزب الديمقراطي، من الأحزاب الأخرى أيضا زاروا الكتل والأحزاب السياسية لغرض تثبيت حصة الإقليم. سيادة النائب، الوفد الكردي الآن سيزور العراق لحل أو حسم يعني سيزور بغداد يعني لحسم خلافات حول كميات النفط، حول أعداد الموظفين. هل ستكون هذه الزيارة يعني حلها سيكون جذري لهذه الخلافات، أم أنها ستكون مؤقتة من أجل تمرير الموازنة؟ يعني حقيقة هناك مشاكل عديدة، لكن أتصور أن ما سيتم التباحث حوله يخص موضوع الموازنة بالذات. هناك اتفاق حصل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. الوفد المفاوض سيأتي ليثبت ما جاء في مشروع الموازنة. أما يعني حل كل الخلافات العالقة، نحن لدينا يعني مشاكل عالقة تحتاج إلى وقت. يعني من عام 2014 إلى عام 2019 الحكومة الاتحادية لم ترسل الموازنة إلى إقليم كردستان، هي مديونة لإقليم كردستان. هذا يحتاج إلى تشكيل لجان، وهو مذكور أيضا في الموازنة، يحتاج إلى وقت. يمكن حددوا 90 يوم لحل هذه الخلافات. وأيضا حكومة الإقليم أيضا مديونة لشركة أو لمصرف تي بي آي، أيضا يسدد هذه الديون، تسدد على مدار 10 سنوات. هناك مسائل يمكن تأجيلها، ولكن هناك موضوعات آنية خاصة فيما يخص يعني حصة الإقليم سيتم البت فيها. سيادة النائب، أنتم جئتم إلى بغداد للتوافق السياسي، هذا الذي فهمته من الكلام، من أجل تمرير الموازنة. هذا التوافق لم تحصلوا عليه في تمرير قانون الاقتراض، ورحلت المطالب الكردية إلى الموازنة. ماذا لو لم يتم الاتفاق بين الإقليم والمركز في الموازنة، وذهبت الكتل إلى تمريرها دون موافقتكم؟
نعم طبعا ما ذكرته حضرتك صحيح، نحن لدينا تخوف وتوجس كبير من حصول هذا الشيء، يعني حصول نفس الشيء ما حدث لقانون تمويل العجز المالي. الحكومة أرسلت مشروع القانون، لكن ما حدث في داخل البرلمان كان مغايرا تماما لما أرسلته الحكومة. نحن لدينا هذا التخوف، ولذلك يعني ترى أن الوفود يعني تتوالى، تزور بغداد، تزور الحكومة، تلتقي مع البرلمانيين، تلتقي مع الأحزاب السياسية لغرض تلبية حصة الإقليم. الأهم الأخيرة، الأحزاب والقوى السياسية هي الأهم. طبعاً القرار الأول والأخير بيد البرلمان، والبرلمان ممثلة متكونة من هذه الكتل. نعم. هذا الأمر واقع. لذلك يعني هنا يعني حصلت زيارات عديدة لغرض تثبيت حصة الإقليم، ما ذكرته حضرتك صحيح. نحن نتصور أن هناك يعني تجاوب من قبل الطرف المقابل، تم أن يثبت. نضعه بين قوسين، حدثني عن المتغيرات، أي الكتل السياسية هي أصبحت الأقرب إلى القوى الكردية في تمرير ما لم يمرر في قانون تمويل العجز؟ يعني أنا لا أستطيع أن يعني المفاوضات ما زالت جارية، لا يمكن أن نتحدث عن التفاصيل، لكن هناك تقارب بين وجهات النظر، يتفهمون الوضع، يعرفون جيدا بأن ما تم تثبيته كان بناء على دراسات دقيقة، دراسات موضوعية. لذلك نحن يعني نتمنى أن يكون هذا التقارب تقارب حقيقي، لأن التخوف القرار يعني في الوهلة الأخيرة أثناء جلسات البرلمان لربما يتغير الأمر. لكن ما لمسناه من الكتل السياسية، من يعني الكثير من الكتل السياسية، هناك تجاوب.